الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك مالكش مدحت ايه؟ لان في اربعه مدحت في الدفعه. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب ايه ونيله ايه في الجو النار ده؟ ده انا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك اند قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت ما فيش وقت. ارجوك لا. نفذ الامر يا مدحت. ارجوك ارجوك عافيني ارجوك انا بخاف. بكره الصحراء وبكره الحس هنا وبعدين السيف تقيل جدا جدا والبتاع دي معصباني. ارجوك عافيني. نفذ الامر يا مدحت. حضرتك انا دخلت غلط. انا كنت كاتب في رغبات فنون جميلة اقسم لك بالله. انت مطلوب بالاسم. انتوا عندكم 4 مليون جيبة اشمعنى انا ابو سيدك؟ انت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس انا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده انت جميل. وانا خطيبتك. ارجوك عافيني عافيني. يلا يا مدحت بقى يلا انت اشطر واحد هنا. يلا حاضر حاضر. اقنعي واختار حد غير من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك حكايات واساطير. كله اشاعات اقسم لك كله اشاعات يا فندم. ايه الكلام ده؟ قالوا لي عنك انك محارب. يا فندم محارب ايه؟ انا اصلا مش مقتنع بالفكره. سوري يعني خلينا نتكلم فير. ازاي احنا نترمي في المعركه عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش ايه؟ مش لوجيك الموضوع. سوري. ايه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر يا فندم. نفذ يا فندم. حاضر. سيب بس نفذ. سيب لحضرتك حاجه من يلا مقتنيات الدوله بس. يلا. حاضر يا فندم. بقى عصبي قوي. يلا. ألفت هات البنات وتعالي ورايا. فندم متأكد ان انا هروح للراجل ده؟ اوكي اوكي. حضرتك قائد يعني مرتاح وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعا. اوكي ميرسي. كان نفسي اسمع الجملة دي. ميرسي قوي. يلا ألفت. بس بس ايوه. اوكي اوكي. يلا يا مدحت يلا يا بطل. لا حضرتك مش محتاج ان انت تزوم يعني الحاجات دي خليها للناس التافهه. انت بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ساتر يا رب؟ ايه اللي بيحصل؟ يا نهار ما تحصلش الا النهارده. اوف تقلبات تقلبات تقلبات. ايه ده؟ وانتقلت جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعاً. هم أصلاً من جلاند بروخ بيشتيه. وجده الكبير رادي فولر كان له صوالات وجولات في الحرب العالمية. رادي فولر كان لعيب كورة. تشابه اسمي. ريال ايه والدنيا خربانه بره؟ يا عم اسكت بقى. يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحرب هتقف تقعد يا انت بقى. وادرز القوي. بيادي بوزك الفهر والنحس او زفت القطع. شفت مش قايل لك الاريا اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على اللي عدله بسرعه يلا. لا 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 لازم تعمله التيقاعد. لازم اعمله انا؟ اه امنه ظهري. ماك اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمد لله. الجو حر قوي النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ منين ده يا حلواني؟ هو انت تبعنا من الجيش بتاعنا؟ ايوه. طب شوف اسر سافر امشي قدام منه. بس ده تبعنا. ايوه بدل الواد ابراهيم عليه 200 جنيه خلصنا حلواني. يوبا يلا يلا قص يا رب. يلا
الجيش منتشر ها؟ كله تمام؟ يا جدعان دي أول حرب ليا ومش العب ايه اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال هتاكل الاسمود دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحاب امي دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد يا واد ابعد يا واد. انت رزق معانا ريال، معانا ريال، معانا ريال. الله 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 وده كمان يا نهار اسود. الواد سيد هنا ب 60 ده النصاب حط الاريال فين؟ هنا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمة دي. ماشي اطلع ربيع. يلا حطت السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه اقعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص اخلص افتكر ربيع. معانا ريال، معانا ريال. حاضر حاضر حاضر. توكلنا على الله غطوني ها؟ يلا شيلوني وحدوني. ايه يا عم؟ ايه يا عم انت بتشيان؟ انت بتطول عليا يا حلواني. ارفع وترفع وحدو. خرب بيتك حلواني، 100 متر سلك. حلواني ايوه اهو حلو كده. طب ما تزعقش وركز معايا يا رحيم. انت كمان جايب مصوره طريه اهو حلواني في وسط الحرب. ها حلو اهو، اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو؟ ما عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده. انت سيبك من الحرب والكلام ده. بتقدم يا ربيع؟ ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور. وقبل اي حاجه كل شروطك انا موافق عليها، بس شويه بس ثانيه ننظف المنطقه عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق. صح؟ ايوه كده شكلك شقيه حلواني. انا خاين. الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. انا ما فهمتش حاجه من الحواديت دي كلها. علاقتها ايه باللي حصل لابن حضرتك؟ هو انت حضرتك بتشمر ليك امامك يعني هتضربني؟ ما انا بتكلم من غير اي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيره قوي، وانا حذرته ايام حذرته، بس هو كان للاسف دماغه ناشفه جدا. كان بيعمل ايه في كوكي بارك؟ بص بقى انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعا، شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل، والشراكة دي للأسف اتسببت له في مشاكل كثيرة. حلو قوي. مشاكل كثيرة مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. أنا هحكي لحضرتك. إحنا في يوم من ذات الأيام كنا قاعدين في الفيلا لا بينا ولا علينا، فجأة طبوا علينا. حلو قوي. كل شيء بقى واضح. يعني حضراتكم جايين وبتستظرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. بهددك ايه يا اكس؟ احنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي، لا يا قمر، انا واعي كويس قوي. انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بادرها، فهمتوا؟ انا اللي بادرها ومش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي، مش هنخسر حاجه. المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير. خلصنا؟ واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيو الصينيه. دي اشاعات مغرضه يا حبيبي انت وهو عشان يضروا سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبسنا في صفقه مراجيح جديده. اذا تدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص. وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني هنا، يلا هنا تتكلموا من هنا، يلا يا احمد بره. شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لإكس قبل لما يتقتل؟ فيديو لإكس؟ نزل امتى؟ اهو لسه من نص ساعة. بص بريمي